أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت لله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قدري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.